وقعت وزاره التنميه المحليه ومحافظه القاهره والمديريه التنفيذيه للاكاديميه الوطنيه للتدريب الدكتوره رشا راغب بروتوكول تعاون للتدريب وتاهيل العاملين بالمحافظه اكد وزير التنميه المحليه محمود شعراوي اهميه التعاون والتنسيق الجاري بين الوزاره والاكاديميه الوطنيه للتدريب من جانبه اكد محافظ القاهره خالد عبد العال ان البروتوكول ياتي في اطار توجيهات القياده السياسيه للارتقاء بالجهاز الاداري للدوله وحرص المحافظه على الارتقاء بقدرات العنصر البشري بما يتفق مع رؤيه مصر 2030 بينما قدمت الدكتورة رشا رغب الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الدعم الذي قدموه لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي خلال برنامجهم التدريبي الذي استمر لمدة شهرين